الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية بملف سلامة الغذاء وتداعياتها وتحديداً على ملف إنتاج الحليب كانت محور اللقاء الذي جمع وزراء الزراعة أكرم شهيب، الصحة وائل أبو فاعور، الاقتصاد آلا حكيم، والصناعة حسين الحاج حسن بأصحاب مصانع الحليب والمزارعين. وزير الزراعة أكد بعد الاجتماع أن وزارته هي المسؤولة عن تحديد سعر لتر الحليب. وزارة الزراعة هي المسؤولة عن السعر، عن تحديد سعر لتر الحليب الذي يسلم إلى المصنع، وهي الحكم بالخلاف حينما ينشأ بين المربين وبين المصنعين. سيبقى سعر الاستلام كما جرت العادة واتفاق أدبي كان سائد، وسيبقى 1100 ليرة لبنانية للتر. لا نريد تدمير قطاع إنتاج الحليب. غير مسموح أبداً استعمال الحليب الناشف على أنه حليب سائل. غير مسموح استيراد الجبنة البيضاء وبيعها جبنة محلية لبنانية لأنها بتضرب قطاع الحليب. غير مسموح عدم استلام الحليب من المربين. من جهته قال وزير الصحة وائل أبو فاعور إن بعض المؤسسات تحاول ابتزاز الدولة كاشفا أن سنتر جديدة ومسابكي اللذين أقفلا سابقا قاما بتسوية أوضاعهما. في مؤسسات تانية واضح أنه بدها تنتهز الأمر، بدها تستغل الأمر كرمال تفش حلقة بالمزارعين، لأنه بتعتبر أو بالمنتجين، لأنه بتعتبر أنه هي ما فيها تضغط على وزارة أي وزارة من الوزارات المعنية بشكل مباشر، تتعمد يعني الضغط غير المباشر بأنه لما تطلع صرخة المنتجين بتصير الدولة حدا ماسكها على الإيد اللي بتوجع تلوى ذراع الدولة بهذا الأمر. بعض المصانع صلحت أوضاعها، مزبوط مع الوزير؟ مزبوط. مثل حضرتك أي معمل؟ سنتر جديدة مسابكي ومسابكي، وبالتالي إذا كان حصل ضرر على مرحلة شو يعني قصيرة المدى الأمر تصلح، ونتمنى تستعاد الثقة، ويجب أن تستعاد الثقة. أما وزير الاقتصاد آلا حكيم فأكد أن وزارة الاقتصاد وضعت معايير للإنتاج بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وهي حريصة على تنفيذها كي تصل المنتوجات إلى المستهلك مطابقة للشروط.